إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، القرآن لا زال ولم يزل ولن يزال إن شاء الله تعالى إلى يوم أن يقبضه الله في آخر الزمان، لا زال قانون المسلمين. والعجب العجاب أن الإنسان إذا قرأ القرآن في أي حال شعر أن هذه الحال تعالج الحال التي هو فيها. إن كنت حزينا أو مهموما أو مكدودا أو فرحا، أو هناك ما يؤرقك ويذهب عنك ما يفرحك، فإذا قرأت القرآن وجدت فيه سلوانك، ووجدت فيه غايتك وبغيتك، وهذا لن يوجد إلا للقرآن. حتى إن الآية ربما تقرأها وتقرأها عشرات السنين، ثم بعد ذلك يوقفك الله تعالى على معان فيها لم تقف على هذه المعاني هذه السنين. فالقرآن قرأه ملايين البشر، بل مليارات البشر، وقرأه شعوب كثيرة، ومع ذلك ما من أحد يقرأه في أي زمن يقرأ فيه إلا عالج فيه ما يريد. سبحان الله. بالأمس كنت أقرأ نهاية الورد من سورة يونس وبدايات سورة هود، فكانت هناك ملاحظة: يونس اسم نبي، وهود اسم نبي، ولم نجد في القرآن أسماء لأنبياء تتاليت أو توالت سورهم إلا سورة يونس وسورة هود. فعندما تقرأ بدايات سورة يونس تجد هناك تشابها كبيرا بينها وبين بدايات سورة هود، وعندما تقرأ خواتيم سورة يونس تجد هناك معاني كلية تشابهت مع المعاني نفسها في آخر سورة هود. نريد أن نقف على أواخر سورة يونس، هذه الخاتمة التي تهيئك نفسيا كي تقرأ سورة هود. هذه النهايات تبتدئ بقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا
ولا تكونن من المشركين، الآيات إلى نهايتها. هذا الخطاب للمشركين، لكفار قريش الذين تمالؤوا واجتمعوا على محاربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المعاني تصلح أن يستفيد منها كل قارئ للقرآن. لا تقل بأن هذا الخطاب للمشركين يبقى إذن نحن خارجون من هذا الخطاب، كلا، هذا عجيب جدا. وهذا يذكرنا بحال من قال بتاريخية القرآن. الذين قالوا بتاريخية القرآن يريدون أن يجعلوا من كتاب الله عز وجل كتمثال رمسيس. تمثال رمسيس يعبر عن فترة زمنية معينة، فلا يصلح إلا في هذه الفترة. وكذلك يقولون قبحهم الله بأن القرآن كان مناسبا للزمن الذي نزل فيه، مناسبا لزمن الخيل والبغال والحمير التي كانت تركب، أما في زمن الصاروخ وسفينة الفضاء التي تجوب الفضاء والغواصات التي تعيش في تحت الماء، تعيش تحت الماء في هذه الأزمان التي يرصد فيها كل شيء في الكون بالمناظير والمجهرات، يكون هذا القرآن صالحا لهذا الزمن؟ لا، لا ينبغي أن نندرج وأن ننزلق لمثل ما قال هؤلاء. هؤلاء في الأصل يكرهون كتاب الله عز وجل ويتجرؤون على قدسية القرآن، حتى إن بعضهم لا يطمئن إلى صحة الأخبار التي وردت في القرآن، بل إن بعضهم يظن أن بالقرآن أخطاء لغوية ينبغي أن تصحح، وهذا لجهله الفاضح باللغة. فهو لا يعرف مثلا أن الخبر ربما يتقدم على المبتدأ، لا يعرف، ودرس أن الحال لابد أن يكون منصوبا ومفردا، ولكنه لا يعرف أنه ربما يأتي جملة، وأنكر أن يكون جملة الشرط اسما لأنه لم يدرس ذلك الأمر، إنه ينادي على نفسه بالجهل والقبح. وإنما القرآن صالح في كل الأزمان لكل الأجناس، فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن، جعله حكما ونورا وضياء وشفاء وطهرا وبركة وقانونا ونظاما ودينا يتحاكم الناس به وإليه. قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قل لهم إن كنتم في شك من ديني، من الإسلام الذي أنزله الله عز وجل وارتضاه، ولا تريدون أن تدخلوا هذا الدين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الإشكال أن المشركين ساوموا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، ساوموه، إن كنت تريد ملكا جعلناك ملكا علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، لدرجة أن نزلوا معه في المفاوضات أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، يوم ويوم، إلى أن نزلوا فقالوا أذكر آلهتنا بخير ونحن ندخل في دينك. قل بس إن الآلهة بتاعتنا دي كويسة لا بأس بها ونحن ندخل في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمسك بدينه لا ينحرف. في ذات يوم كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يميل تأويلا منه واجتهادا، فالأنبياء لا يتعمدون الخطأ، الأنبياء لا يتعمدون الخطأ،
وإذا وهل أحد منهم فإنما يكون ذلك عن اجتهاد وتأويل، ثم يتوب فيكون مقامه بعد التوبة أفضل من مقامه قبل التوبة. هناك حلقتان، حلقة فيها أبو جهل أمي بن خلف صناديد المشركين أصحاب الكلمة والبأس والسلطان في قريش، وحلقة أخرى بها المستضعفون كعمار وسلمان وأبي ذر، هؤلاء المستضعفون فقراء تفوح رائحة العرق من جبابهم. يظن كثير من الناس أن الدين إنما يروج بالأطماع، وإنما يكون عاليا بكثرة الأتباع، وهذا وهم قاتل، فإن الدين لا يحمله إلا أهل الإخلاص وإن قلوا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذين المجلسين راوده البعض: اجلس معنا يا محمد، اجلس معنا حتى تشرح لنا الدين وتبين لنا القضية، كما يحدث في هذه الأيام يأتي بعض العلمانيين من الديمقراطيين وغيرهم: يا عم الشيخ اقعد معنا فهمنا الإسلام وعرفنا الإسلام بتاعك. ده تظن بالفعل أنه صادق، تجلس معه فإذا هو ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجته من ظلمة أدخلك في ظلمة أخرى، وإذا أخرجته من كبوة أسقطك في نقرة كما يقولون، وتخرج من مجالسته وقد تكدر مزاجك وامتلأ قلبك بالشبهات ولم تستفد شيئا. تقول لك احنا لا بأس نقعد معاهم ونكلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يميل إلى مجالسة الملأ، فأنزل الله تعالى قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انظر، الآيات تبين تمام المفاصلة بين الحق والباطل، بين المنهج الحق والمنهج المعوج. ما فيش هناك ممكن نتقابل في منتصف الطريق أو في ثلث الطريق. لقد كدت، كلمة كاد فعل يدل على المقاربة والشروع، لا يدل على التنفيذ والفعل. عندما أقول كدت أن أقتلك، كدت، إذن أنا لم أقتلك. فقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت، إذا لم يحدث هذا، كمجرد هم. ثم هذا الهم وهذا القرب كان شيئا قليلا، إذا هم ولم يحدث، وإذا حدث كان شيئا قليلا يسيرا. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الجزاء: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الآية: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. هناك الشك له أسباب، أسباب كثيرة، من هذه الأسباب أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بعالم، عندهم الأحبار والرهبان، وعندهم الكهنة الذين يتلقفون السمع من الجنة، هؤلاء هم أهل العلم، محمد ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. إذا من أين أتى بهذا الكلام؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ مسألة عجيبة جدا، لم يتصوروا أن ربا أوحى إليه بهذا الوحي، لم يتصوروا. إن المنصفين منهم أثبتوا حلاوة القرآن وجمال القرآن وحسن ما دعا إليه رسول رب الأنام، ولكنهم شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه. وجه ثان: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن رأسا وصاحب رئاسة بين الناس، وجرت عادة العرب أن المملكين منهم من أرباب الشرف والرئاسة،
هناك عائلات فيها الشرف وفيها الرئاسة وفيها الملك، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من أولاد الملوك ولا من أولاد الأمراء. وهذا ما سأل عنه هرقل في حديث أبي سفيان، أفاده أبو سفيان أنه ليس من هؤلاء، ليس من بيت ملك ولا إمرة حتى يدعو لإحياء ملك أبيه أو لاستنقاذ ملك أبيه، ليس شيئا من ذلك. فيا أيها الناس، إن تولدت في عقولكم ونمت في قلوبكم أسباب عدم قبول هذا الدين الذي جئت به من رب العالمين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. انظر، الذي يتوفاكم. المشركون اجتمعت كلمتهم أن الذي يميتهم هو الله الذي في السماء. فتأمل إلى جمال القرآن وحسن العبارة وكيف أن الكلمات تنفذ إلى قلب المشرك نفاذا، فما بالك بقلب المسلم. المشركون يجتمعون على أن الله الذي في السماء هو الذي يتوفاه. عند أحمد وغيره بإسناد فيه ضعف أن حسين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال: سبعة آلهة. إلها في السماء وستة في الأرض، بيعبد سبع آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. إذن المشركون يعرفون أن هناك ربا فطر السماوات، ويعرفون أن السماوات فوقها العرش، يؤمنون بالعرش. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله، سبحان الله. عقيدة المشركين في العرش ربما أفضل من عقيدة كثير من المسلمين. فالمشركون يعرفون أن السماء سبعة وأن العرش فوق السماء وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش، سبحان الله، يثبتون ذلك لله عز وجل. وإذا سألتهم لماذا تعبدون اللات والعزى يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اجتمعت كلمة المشركين وقلوب المشركين على أن الذي يميتهم هو الله. طب لماذا ذكر النبي، لماذا ذكرت الآية هنا الإماتة؟ هناك أمور كثيرة، خلق السماوات، خلق الأرض إلى غير ذلك، لأن هنا في مقام القهر، مقام القهر، فالخطاب هنا يقهرهم قهرا، وليس هناك أشد على النفس من قهر الموت، ليس هناك أشد على النفس من قهر الموت. فالموت يفرق بين الأحبة، والموت يبدد الآمال. فكم من رجل يبيت وعنده آمال عراض، كل أمل يتجاوز حدودا عظيمة كالجبال الشامخات، ومع ذلك يأتيه الموت تتبدد هذه الآمال. أقول لك: إن شاء الله هشتري أرض وهأسس للعيال، كل واد أعمل له دور ونخلي كده دورين ممكن للمستقبل للأحفاد. انظر إلى الأمل، سبحان الملك، سبحان الملك. ويجهز التجهيزات ويدبر الأمور ويعد للأمر عدته، ثم بعد ذلك يأتي حينه وينقضي أجله. فهنا مقام القهر والتحدي، تحداهم ربنا عز وجل بما به ينقمعون. فقال: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. إذن نحن مأمورون
كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نحقق الإيمان وأن يكون التمايز بيننا وبين المنحرفين عن دين الله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا. من أعجب ما حدث، ودي مسألة في منتهى العجب، أحد المحدثين حدثني منذ عدة ساعات بيقول لي ما المانع أن السلفيين يحدثون نوعا من التوافق مع الشيعة؟ تعجبت، هذا طرح لأول مرة الإنسان يتصوره. قلت له ولما؟ قال إنهم قد توافقوا مع العلمانيين والديمقراطيين، فلماذا لا يتوافقون مع الشيعة وهم أقرب إليهم من الديمقراطيين العلمانيين؟ قلت والنتيجة؟ قال النتيجة سلفية شيعية، كأن عقربا لدغني. يا إله العالمين، ما هذا؟ لماذا هذا؟ لا بد من التمايز، لا بد من التمايز. أرأيت هذا؟ كيف فكر هذا التفكير؟ وقبل ذلك بعدة أشهر في مجلس هناك من طرح، ما الضير أن نتواصل مع الاتجاهات العقلانية والمعتدلة من العلمانيين؟ يا إله العالمين، لما هذا كله؟ إن كنتم في شك من ديني فلا تقبلون ديني ولا تقبلون منهج النبي محمد، فلا أدخل في دينكم ولا في منهجكم، لأني أعبد الله الذي يتوفاكم، بل أمرت أن أكون من المؤمنين لله وحده. ثم ترشح هذه المعاني بقوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا. الحنيف المخلص، الحنيف الموحد، الحنيف المائل عن الشرك والزيغ، الحنيف القائم على الاستقامة، ده الحنيف. يبقى الحنيف الذي استقام له منهجه وخلص له توحيده وبيض له عمله وصلح، هذا هو الحنيف. وأن أقم وجهك، قال بعض أهل العلم، أي أقم عملك لله فاجعله خالصا لله عز وجل. قيل وأن أقم وجهك لله، أي اجعل دينك لله. الاعتقادات والأعمال، التصورات والأفكار، كل هذا ينبغي أن يكون مصروفا لله عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل ولا تكونن من المشركين. هذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد به غير النبي، يقصد به غير النبي، فحاش للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، حاشا وكلا أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في الشرك. القرآن كله نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو المخاطب بهذا القرآن. فهناك خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقصد به غير النبي، كهذه الآية التي تليت على حضراتكم ولا تكونن من المشركين. وهناك خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، عكس الأول، كقول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال الله خالصة لك من دون المؤمنين. لا يجوز هذا الأمر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما عند الرافضة خبثهم الله فإن هذا الأمر جائز. المرأة تأتي للرجل وتقول وهبت لك نفسي، فيقبل هذا الأمر ويضاجعها، ويسمى ذلك بنكاح المتعة، لا نفق ولا خلاف، سبحان الله. ثم إذا أراد أن يفارقها فارقها واعتدت لذلك بحيضتين. من أين أتوا بالحيضتين؟ بأي نص أتوا بذلك الأمر؟ سبحان الملك. ثم يأتي الآخر فتهب نفسها له ليحدث معها كما يحدث مع هؤلاء، سبحان الله. إن هؤلاء
ليس دينهم على دين النبي محمد، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك توافق معهم أو تواصل معهم، لأنهم من أخبث الناس ومن أشر الخلق. إذن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو مقصود به كما يقصد به جميع المسلمين، خطاب التكليف. كل الأوامر التكليفية: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله حق جهاده، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى غير ذلك من الأوامر الشرعية، الكل مخاطب بهذا الخطاب. وإنما كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي تلقاه. فقول ربنا عز وجل: ولا تدع من دون الله، الآيات التي بعد ذلك: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سبحان الله، مسألة خطيرة جدا. الناس بتعيش في هذه الحياة وتركز على نقطتين: نقطة النفع ونقطة الضر. كل الناس تعيش في الحياة تركز: من الذي يضرني ومن الذي ينفعني؟ الذي يضرني أتحاشاه، والذي ينفعني أوليه وأقربه وأدنيه. والنفع إما أن يكون في الدنيا، وإما أن يكون في الدين، وإما أن يكون في الاثنين معا. دي مسألة فطرية موجودة، كل الخلائق مبنى أمرها على هذا الأمر. تنظر إلى الأسباب التي من ورائها تجلب المنافع، والأسباب التي بدفعها تدرى المفاسد، فتحصل تلك وتدفع تلك. تحصيل المصالح والمنافع، وتكثير المصالح، وتنمية المصالح، وفي الجانب الآخر دفع المفاسد وتقليل المفاسد، فهذا أمر مستقر في نفس الفطرة الإنسانية. حتى لو ما فيش دين، حتى إذا لم نجد دينا، ستجد ذلك منغرسا في نفس الإنسان. فكل ما فيه مصلحة وهو النفع تحرص على جلبه وتحصيله وتكثيره والعناية به، والعكس بالعكس. إلا أن يكون الإنسان أحمقا، مجنون، أحمق. ومن أفضل ما يقربك إلى الجنان ويحصل لك المنافع أن تعمل بطاعة الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله عز وجل. ولذلك قالوا: العاقل من أطاع الله، والجاهل من عصى الله. لماذا؟ لأن الطاعة مصلحة، الطاعة مصلحة، تنير الوجه، تضيء القلب، تشرح الصدر، توفق في الحياة، تنتج إرضاء الله عز وجل. الطاعة هي بريدك إلى الجنة، سبب من أسباب دخولك الجنة. فالذي يطيع الله هو العاقل. طوى المعصية ضد ذلك. المعصية شؤم في العمل، ظلمة في الوجه، سواد في القلب، نكد وهم متواصل، سخط من الله عز وجل، عقوبة إما معجلة وإما مؤجلة. إذا الذي يعمل بالمعصية هذا جاهل أحمق، والذي يعمل بالطاعة هذا سعيد موفق. ولذلك قال ربنا عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا من الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر؟ هو الذي ينبغي أن تعبده وأن تجله وأن تعظمه. دي مسألة بديهية جدا، هذه مسألة بديهية. فالإنسان يعظم ويحب ويجل من يدفع عنه الضر ومن يجلب له النفع. نمرة اثنين، مقدمة ثانية: الله هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر. إذن من الذي يعبد ويجل ويعظم ويقدس؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى.
ولذلك قال ربنا عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظالمين، الظلم هنا يحمل على معنى الشرك، والظلم هنا يحمل على ظلم النفس بالانحراف عن طاعة الله عز وجل، والكل محتمل. وقلت بأن هذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس مقصودا به النبي عليه الصلاة والسلام، فحاشاه أن يقع في ذلك، أن يقع في الشرك أو في الظلم أو في عدم الإخلاص، حاشاه أن يقع في ذلك. وإن يمسسك الله بضر، بضر مصيبة نازلة، مرض، هم، غم، أي مصيبة من هذه المصائب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ينبغي أن ندرب أنفسنا على التوحيد، لأن كثيرا منا قد يقع في الشرك وهو لا يدري. إنسان موظف، مشكلة في الوظيفة، أول ما يفكر من الذي سيسلك له هذه المشكلة؟ يا إلهي يا إلهي، خصم 3 أيام، يدور على وكيل الوزارة أو مدير عام القطاع ليسهل له هذا الموضوع ويقنع رئيسه في العمل أن يلغي هذا الخصم. سبحان الله، هل اتجهت إلى الله أولا؟ هل فعلت ذلك؟ هل اتجهت إلى الله تعالى أولا؟ فإذا اتجهت إلى الله تعالى أولا ثم بعد ذلك اتجهت إلى المخلوقين لكنت موحدا. لما تتجه إلى الله بالدعاء والإخلاص والإنابة: يا رب وفقني، يا رب أزل هذا الغم، يا رب أذهب هذه المصيبة، يا رب يسر لي الأمر، اجتهد في الدعاء، ثم بعد ذلك أسلك سبل الخلائق. فقبل أن تتجه إلى الخلق تعود أن تتجه إلى الحق، قبل أن تتوجه إلى الناس لتسألهم ليدفعوا عنك ضرا أو ليجلبوا لك نفعا، حاول أن تتوجه إلى الله عز وجل. فإذا ما وقع الخير على يد أحد علمت أن هذا بإذن الله وبتوفيق الله عز وجل. حتى أحيانا بعض الناس يقولوا لي: نتصل بك إمتى؟ أقول لهم: أدعوا الله ثم اتصل، أدعوا الله ثم اتصل. لابد أن نعلم الناس وأن ندرب الناس على التوحيد، فهذا باب دقيق، باب دقيق خطير، ربما تقع في شرك أيها الحبيب وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. كان الخليل إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. العلماء بيقولون إذا كان هذا حال الخليل إبراهيم يخاف على نفسه وذريته أن يقعوا في الشرك وأن يخالفوا التوحيد، فما بالك بمن هم دونهم. سبحان الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن الضر من الله، الضر من الله قدرا، قدرا وأمرا. ثم بعد ذلك: وإن يردك بخير، إن أرادك الله تعالى بخير. وتأمل إلى هذه المراوحة العجيبة الطيبة: إن يمسسك الله بضر وإن يردك الله بخير، للدلالة على أن الله تعالى يحب الخير، يحبه. إذن الضر والخير كلاهما من الله تعالى قدرا وأمرا، لكن الله تعالى يحب الخير ولا يحب الضر. من الضر، من الضر ومن الشر الشرك والمعصية، الشرك والمعصية. فانظر إلى هذه الجملة الطيبة: وأن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا راد لفضله، الخير ده مبارك، مبارك. النماء أو أول الخير التوحيد والسنة
والسنة والنصر والبركة والتوفيق والهداية والسداد والبركة والرشاد، هذا كله من جملة الخير. إذن الفضل في الخير كثير، الفضل في الخير كثير. ثم قال ربنا عز وجل: يصيب به من يشاء من عباده. الضمير في به هنا فيه قولان. القول الأول: يصيب به، أي بالضر والخير، من يشاء من عباده. وقيل: يصيب به من يشاء من عباده، الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الخير، والأول أرجح، والأول أرجح. فالضر إنما يقع بإذن الله، والخير إنما يقع أيضا بإذن الله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الحق وهو دين الله عز وجل الإسلام، وقيل الحق هو القرآن، وقيل الحق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأحوال أو كل التفسيرات المعنى صحيح، وهذا تنوع لا ضير فيه لا تضاد فيه. فإن الحق هو الثابت الصحيح الذي لا تردد فيه ولا اختلاف. فإذا كان هو الثابت الصحيح الذي لا تردد فيه ولا اختلاف، فكل المعاني صحيح. فالإسلام ثابت لا تردد فيه ولا اختلاف، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا حقيقة ثابتة لا تردد فيها ولا اختلاف، والقرآن كذلك. وهذا يدل على أن من أعظم صفة الحق أنه من الله عز وجل. قال الله: وقول الحق من ربكم. أعظم صفة من صفات الحق أنه موصول بالله، ليس منقطعا عن الله. فكل ما كان موصولا بالله شرف وعظم، فما بالك إذا كان من هذه المعاني الطيبة الشريفة القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه المعاني التي تظن أنها من الدين وليست من الدين، فلا ينبغي أن نثبت لها الحقوقية، ما ينفعش. أعظم صفة للمعنى أو للشيء كي يكون حقا أن يكون ربانيا، أي أن يكون من عند الله عز وجل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إن اهتدى واستمسك بهذا الحق وعمل بهذا الحق ودعا إلى هذا الحق ونصر هذا الحق، فهذه كلها حسنات يستفيد منها وبها، كلها في رصيده. ومن ضل فإنما يضل عليها. في الزيادة والمكافأة قال: وجعل الفعل معدا باللام، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وفي الشر جعل الأمر معدا بعلى، ومن ضل فإنما يضل عليها. للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن الضلالة هنا استعلت على صاحبها وتمكنت منه ووجهت قوله وعمله. تجد سبحان الله إنسان طبيعي جدا وبسيط، حياته مستقيمة، طاعته طيبة، ثم بعد ذلك إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل يلبس جبة غير جبته، أو ثوبا غير ثيابه،
فتتغير أحواله وتتبدل أنماط فهمه وفكره ويتغير أسلوبه، لأن هذا الوافد طغى عليه وصار موجها له بالباطل. قال ربنا عز وجل: فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ثم قال ربنا عز وجل مختتما هذه السورة المباركة: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الاتباع له معنيان، الاتباع له معنيان كالتلاوة سواء بسواء. الاتباع معناه الاقتداء، والاتباع معناه العمل، معناه العمل، وكلاهما محتمل. واتبع ما يوحى إليك أي اعمل بالذي أوحي إليك، واتبع ما أوحي إليك أي اجعل الوحي قائدا لك هاديا إليك وأنت تسير على نوره وضيائه. واتبع ما يوحى إليك. إذن هذه الآية عظيمة جدا في باب الاتباع. الإنسان يتبع ماذا؟ يتبع الوحي أم غير الوحي؟ الإنسان يتبع ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مهتديا أم يتبع غير ذلك؟ قال ربنا عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، عليه الصلاة والسلام، فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير وفيها البركة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى صبر. أن تدعو إلى الوحي وأن تجعل الناس يستمسكون بالوحي وأن تصبر نفسك على الوحي، هذا كله يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى عدم يأس، يحتاج إلى عدم التفات. فإن الذي يلتفت إلى غير الطريق فإنه لا يصل. ولذلك أمر ربنا عز وجل بعد هذا السياق الجميل الذي استعرض فيه التوحيد والإيمان بالقدر والإخلاص والعمل بما أنزل إليه، يقول ربنا عز وجل: واصبر حتى يحكم الله. حتى هنا الغائية بمعنى لغاية أن، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا ترى يحكم الله بالأجل ونهاية العمر؟ فهذا حكم الله عز وجل، وليس هناك أحد يحكم بهذا إلا هو. أم المقصود بالحكم هنا نصر الله تعالى لعباده وتثبيت الله تعالى لعباده وأوليائه؟ الكل هنا محتمل. ونسأل الله تعالى أن يصبرنا على الإسلام وأن يمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أضئ وجوهنا واشرح صدورنا وألف فيما بيننا، ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا، وربي أولادنا وبارك اللهم في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.